جمالك سمري جمالك يا جمالك سمري يا جمالك سمري ونظرة عينك بابلية بابلية. أنا طالبة من طه، من الجانب العلمي أنا صيدلانية، من الجانب الثقافي أنا فنانة. الله انطاني هالمجالين اثنيناتهم بيهن علاج جسدي وعلاج للروح، فاثنيناتهم يكونن مريحات لي وللمقابل ايضا. نطلبنا من العمادة انه توفر لنا هيك مكان ثقافي، حتى سميناها الحديقة الثقافية، حتى يكون ملتقى لنا احنا الفنانين، سواء عازف شعراء شيء، كنا احنا يعني بصورة عامة الفنانين نلتقي بهذا المكان. من يكون عندنا ضغط دراسي شيء بوقت فراغنا نجي هنا نرفع عن روحنا وشيء حلو هنا. بعد هي الشناشير بغداد غنية عن التعريف، وبس مجرد النظر إلها تجذب السعادة وشون تفتح النفس للكلية للحياة، موضوع يعني كلش حلو. نالتي هي أصلاً الكلية حلو، أنه قبل أشكو فنان شكو رسام أي من أي جانب، قبل هنا شون تحضنه وتنمي موهبته بالزايد، فحلو يعني هنا يكون إن واحد سند للثاني، واحد يشجع الثاني على مواهبه. وبنيه دا ترسم وولد كان دا يعزف. الحلو بانه احنا نشوف هيك مواهب حلوه، والمفروض من عندنا انه ندعم هاي المواهب، انه احنا من نشوف هيك شيء طلعنا من اجواء المحاضرات شويه وتغير لنا جو. يعني طبعا مو شرط يعني انت تحليلات، لازم بس تحليلات، لازم يعني مواهب ثانيه مثلا غناء رسم شعر اي شيء يعني.